مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى السيد علي عزيز مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير. مجددا سيد علي، يعني كنت سألتك عن قول الكاظمين من يريد التغيير في العراق عليه أن يلجأ للانتخابات، عن صوابية مثل هذه التصريحات خصوصا فيما يتعلق بالحكومات التي جاءت ما بعد 2003. تفضل. نعم طبعا، فاقد الشيء لا يعطيه. من يتكلم عن انتخابات وعملية ديمقراطية لا يكون إنسان أتى مع قوات احتلال أمريكي غزت العراق، لا يكون إنسان أتى على ظهر دبابة أمريكية وقتلت ما قتلت من العراقيين بعد أن قتلتهم بسلاح التجويع بالحصار الاقتصادي. فاقد الشيء لا يعطيه. اليوم مصطفى الكاظمي يتحدث يقول أصواتكم أمانة، هو يقصد أنه يعني يستمر بمسلسلاته ومسرحياته بالضحك على الشعب العراقي ويبين دور الوطني، لكن هذا الإنسان لا يعرف أبجديات الوطنية، لا يعرف أبجديات صيانة الأمانة. يعني هو لو يصون الأمانة لما كان خان العراق وأتى مع القوات الأمريكية. نحن نبقى ندعو ونثقف الجماهير داخل العراق وخارج العراق من الشعب العراقي بمقاطعة هذه الانتخابات، لأنه هي هذه موضوعة ضمن قانون سنة الاحتلال الامريكي بدستور كتبه الحاكم الامريكي بول بريمر واشرف عليه وكتبوه ازلامه وحاشيته في العراق. الدعوات للتظاهرات في الشارع العراقي، باعتقادك هل العراق مهيئ بالفعل لانتفاضه شعبيه جديده مع هذا الفشل في النظام السياسي؟ نعم نعم، مهيئين واعددنا العده ان شاء الله. منذ ان شاء الله راح تكون الانطلاقه منذ ليله 30/1 راح تكون الانتفاضة، راح تكون شرارتها الأولى، راح تبدأ في بغداد وفي باقي المحافظات في الفرات الأوسط وفي الجنوب، وراح نستمر كل يوم راح تبدأ في محافظة ومن ثم إلى أن نصل إلى الذروة، وإحنا هدفنا راح يكون إسقاط الانتخابات المزمع إجرائها في 10/1. تكون الانتخابات المبكرة إحدى المطالب التي طالب بها ثوار تشرين، ما هي أوجه اعتراضكم على هذه الانتخابات بالتحديد؟ انتخابات تحدث في ظل حكومة وطنية، لأنه ثورة تشرين كان شعارها إسقاط النظام الحاكم في العراق، إسقاط العملية السياسية ما بعد 2003. نعم ننظم انتخابات وطنية ويشرف عليها الوطنيين العراقيين الأحرار، لكن ليس بوجود هذه السلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء. نعم. الآن إلى سؤال جديد سيد علي، يعني حكومة الكاظمي كررت مرارا أنها خرجت من رحم ثورة تشرين وأنها ستعمل على محاكمة قتلة المتظاهرين والقضاء على الفساد، كما صرح الكاظمي بكثير من ظهوراته الإعلامية. السؤال هنا، هل صدق أو صدق المتظاهرون بالفعل هذه الوعود، وهل كانت بالفعل وعودا أم تأتي في إطار الدعاية الانتخابية؟ أختصر لك إياها بكلمتين، مصطفى الكاظمي شيخ الكذابين. هذا باختصار. طيب إلى سؤال جديد الآن، يعني الحكومة خصصت مكافأة مالية لمن يتسلم بطاقته الانتخابية سيد علي، باعتقادك ما دلالات هذا التوجه الحكومي اليوم ونحن على أعتاب الانتخابات البرلمانية في العراق؟ هذا مبدأهم بالتعامل، لأنهم كانوا يخصص لهم تخصيصات مالية من قبل الأمريكان والإنجليز والباقي الدول اللي ساهمت باحتلال العراق، لأنهم مرتزقة كانوا يتسكعون بشوارع أوروبا وأمريكا ويأخذون المساعدات من سفارات تلك الدول، يظنون أن العراقيين كلهم يمكن أن يتم شراء صوتهم بالمبالغ المالية. خسئوا خسئوا، إحنا قدمنا دم، إحنا قدمنا ما يزيد عن 1000 شهيد، وهذا الدم ما راح نسكت عنه إلا أن نحرر العراق ونخلصه من هذه الطغمة الحاكمة القابعة على صدور العراقيين. ما توقعات تكرار سيناريو ما حدث في الانتخابات السابقة سيد علي من تزوير ومقاطعة شعبية كما تعلم؟ هل تعتقد بالفعل أن العملية السياسية قادرة على لملمة نفسها أمام الشارع وتقديم المبررات لاستمرارها؟ هل هذا متاح فعليا؟ إن شاء الله ما نوصل إلى يوم ونشوفهم يفرحون بعملية انتخابية. إن شاء الله راح تكون ثورتنا في بداية تشرين، وإن شاء الله راح نفشل هذا المخطط اللي يريدون به جر العراق إلى المأساة والويلات أكثر وأكثر.
مدير مكتب أو مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز، كنت معنا من بغداد عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.